السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على الجديد في ميدان مشاريع الطاقة المتجددة. فيه أولا حبيت نأكد حاجة، أنا نجيب الأشياء من مصدر وتكون لا سورس فيابل كما نقولوا حنايا، ونتكلم على الأمور اللي حقيقة فيها أخبار بلا ما نزيد في بوليتيك وندير. إذا هنايا رانا في تقارير تاع خبراء دوليين في ميدان الطاقة، تكلموا قالك باللي الجزائر ستكون من بين الدول الأولى في إنتاج الطاقات المتجددة من الطاقات الشمسية، وأعطوا الوضع الحالي للدول المنتجة في إفريقيا. إن أولا يقول لك باللي جنوب إفريقيا هي اللي راهي في الصدارة من ناحية الإنتاج بطاقة بسعة 3.5 جيجاوات من طاقة تاع الرياح، و2.4 جيجاوات من طاقة الشمسية، إنتاج طاقة شمسية. تأتي في المرتبة الثانية مصر بسعة 1.6 جيجاوات، ثم تأتي المغرب في المرتبة الثالثة بسعة نتاع 0.8 جيجاوات، أي 800 ميجاوات، وتحتي الجزائر في المرتبة الرابعة بسعة 0.5 جيجاوات، أي 500 ميجاوات. والخبراء يقولون بأن بالنظر إلى المشاريع المبرمجة في الجزائر ومصر، سوف تكون الجزائر ومصر في الريادة على مدى 2025. إذن هذه هي الخبر عن اللي صار، والجزائر عندها مشروع نتاع 1 جيجا وات، وهو ما يقدر ب 1000 ميجا وات إلى مدى 2025، بفضل المشروع الجديد اللي الدولة راح تنطلق فيه للدولة الجزائرية، وهو مشروع تفوق واحد. مشروع تفوق واحد هذا هو المشروع الجديد في ميدان الطاقة الشمسية في الجزائر، وهذا المشروع راح يوفر 1 جيجا وات على مدى الأربع سنوات القادمة. وهنا إن شاء الله نلاحظ هنايا تطوير إنتاج الطاقة في إفريقيا، وعندنا الطاقة الشمسية هنا بالأصفر هي حاجة قليلة، وعندنا طاقة بالأصفر هي الطاقة الحرارية يعني اللي تأتي من الأرض، يعني ثيرمال سولار انرجي. ثم عندنا بالأزرق هي الطاقة اللي تأتي من الأوفشور ويند، الرياح البحرية وخاصة في أفريقيا الجنوبية، وبالأزرق عندنا الطاقة الشمسية. هنا بالبني عندنا طاقة شمسية، وهذه التطور نتاع الطاقة على مدى الأربع سنوات القادمة. إذن عندنا الجديد في الجزائر هو مشروع تفوق واحد بقيمة إنتاجية نتاع 1 جيجاوات في الأربع سنوات القادمة. وكاين هنا كذلك نتكلم على هناك كذلك فيه يعني
تعاون جزائري إيطالي في إنتاج في ميدان التنقل من طاقة الانرجي فوسيل، يعني الطاقة نتاع البترول إلى الطاقة المتجددة. إذن فهذه هاد لا ترانزيسيون، هاد النقلة هذه من أو التطوير لإنتاج الطاقة من الطاقة البترول إلى الطاقة الشمسية، فيه إذن فيه على يعني معاونة أو كوبيراسيون ما بين الجزائر وإيطاليا. وكذلك حسب ما صرح الوزير المكلف بالطاقة الشيتور، تكلم كذلك عن إمكانيات الجزائر فيما يخص إنتاج الطاقة الحرارية لإنرجي جيوترميك. دونك هذه فيها عندنا إمكانيات كبيرة جدا في هذا الميدان. وكذلك كاين واحد الجانب مهم حبيت نتكلم فيه، وهو قضية في إنتاج الطاقات النظيفة. الجزائر تقدر تربح مداخل كبيرة، حيث أنها ستوفر لطاكس، كاين بعض لطاكس اللي كان المنظمات الدولية تفرضها على الدول التي تنشر الطاقات الغير نظيفة. فإذا الجزائر اختارت هذا الطريق في تجديد يعني مصادر الطاقة نتاعها وتطوير الطاقات الجديدة والنظيفة، ممكن تربح من ناحية لي تاكس نتاع اللي راهي تمدها المنظمات الدولية تفرضها على التلوث يعني المحيط. إذا قد تربح الجزائر في هذا الميدان. في نفس السياق، هناك قد تم يعني خلق شركة جديدة مشابهة لسونيل غاز تنشط في ميدان إنتاج الطاقات المتجددة، يعني في ميدان الطاقة الشمسية. وكذلك ولوج إلى الإمكانيات الأخرى من الطاقة تاع الجيوترميك، وكذلك طاقات أخرى من الأورانيوم، وكاين مصادر طاقوية كثيرة. إذن تم إنشاء شركة إنتاج طاقة الكهرباء بهذه الوسائل، وهذا شيء يعتبر يعني إذا تم حقيقة يعتبر نقلة نوعية في ميدان تطوير الطاقات المتجددة، وهذه خطوة تعتبر في الميدان. كذلك هنا نتكلموا على الجيري إتابلي أتيري بروفيل لا فينونس فيرت، وهذه هي لا فينونس فيرت اللي كنت نتكلم عليها نتاع تربح الأموال عن طريق تفادي التاكس اللي تفرضها المنظمات الدولية على الدول الملوثة للبيئة. دونك هذه هي لي بروفي دو لا فينونس فيرت اللي تكلمت عليهم. كذلك فيه خمسة عاملين جزائريين خواص اتفقوا باش يديروا شركات كونسورسيوم جزائري لإنتاج ألواح فوتوفولتايك، يعني الألواح الشمسية، والإنتاج كل ما هو له علاقة بالمحطات توليد الكهرباء. إذن فيها مجمع جزائري من خمس شركات هي الحقيقة تنشط حاليا، لكن فيها خلق مجمع خاص لإنتاج بمتعاملين جزائريين وطنيين لإنتاج
إنتاج في ميدان الطاقة الشمسية. والآن أترككم مع الكلمة اللي ألقاها وزير الطاقة شمس الدين شيتور في الموضوع هذا، واستودعكم الله والسلام عليكم. ماشي غير البترول والغاز، فيه الفحم، فيه الطاقة كما تاع اليورانيوم، فيه لا جيوثيرمي حرارة الأرض، فيه الهيدروليك، هذا كل يخلينا ايفيدامون لو بوا بروبرمون دي، هذا اللي يخلينا كيفاش نتصوروا كيفاش الفاقة 2030 وباش